كل شيء زاد عن حده ينقلب ضده. دي مقولة فعلا تتقال على الناس اللي بتموت وبتعشق اللب السوري. مبدئيا كده انا واحدة من الناس ديت وصراحة مدمناها جدا. فيلا بينا نتكلم اول عن اضرار اللب السوري. مبدئيا كده اللب السوري معانا 8 اضرار بالظبط للب السوري. فيلا بينا نسمي الله وندخل في موضوعنا وتنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك. مبدئيا كده زي ما قلتلكوا في الاول خالص اللب السوري كتر وغلط. فاللب السوري بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الدهون المشبعة واللي بالتالي بتزود نسبة الكوليسترول في الدم. تاني حاجة معانا هي بالزيت من فرص الاصابة بارتفاع ضغط الدم وبالتالي بتأثر على الاوعية الدموية وصحة القلب وكمان تعرض للجلطات والازمات. طبعا ده للناس اللي مدمنة اللب السوري بطريقة رهيبة جدا. رقم 3 معانا في اضرار اللب السوري وهو كمان بيسبب مشاكل صحية عديدة جدا ومنها تلف الكبد والكلى. وكمان رابع حاجة معانا فهو بيزيد من خطورة الاصابة بالديدان. طبعا كتره مش لطيف جدا خالص. خامس حاجة معانا فهو بيسبب في هشاشة العظام والتهاب في المفاصل. طبعا مش لطيف زي ما قلنا مع بعض من البداية خالص. كتره مش لطيف. كتره مش كويس. يعني مش كل حاجة لازم نكتر منها قوي لان في حاجات بتقلب لضدها. وكمان كتره للاطفال مش كويس جدا لانه للاسف بيتعبهم جدا وكمان بيزود من نزلات المعوية. فبرضو كل حاجة كترها مش حلو. برضو الحاجة لما تكون كمية منها مش يوميا مش على طول من فترة للتانية بيبقى افضل برضو احسن. تعال نشوف هنا بقى جزء من فوائد اللب السوري. فهي فوائده مش كتيرة قوي لكنه بيحافظ على صحة الاسنان واللسة وكمان بيعالج التوتر والاكتئاب والقلق. عشان كده على طول احنا بنحب يعني نطلع شوية الطاقة السلبية اللي عندنا فيه تقريبا. فهو ممكن يكون عشان كده. عشان كده في ناس كتير بتحبه. عشان كده في ناس كتير بتحب تاكله على طول. بس برضو ياريت يبقى يكون بكمية متوسطة. بس وكده كون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. استنونا ان شاء الله في فيديو جديد على خير. دمتم في رعاية الله وحفظه.